شكلت بدايات الربيع العربي ترجمة فعلية لأحلام وطموحات الشعوب العربية، خصوصا مع قدرة المظاهرات السلمية على إسقاط أنظمة ديكتاتورية كنظام زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن. لكن الجهاديين وبسبب عدم قناعتهم بجدوى الحراك السلمي اتخذوا منحا مغايرا في سبيل إسقاط الطغاة وقتال الدول الغربية التي دعمت الأنظمة العربية لعقود طويلة حسب زعمهم. ورغم اختلاف المشارب الفكرية إلا أن الجهاديين يرون في استخدام العنف الحل الوحيد للأنظمة المستبدة تمهيدا لإعادة الخلافة الإسلامية. بداية يجب أن نقر بأن الشرعية ليست في الانتخابات والديمقراطية، ولكن الشرعية هي الشريعة، فالخارج عن الشريعة خارج عن الشرعية، والخاضع لأحكام الشريعة ممتثل ومتفق مع الشرعية. يرفض الجهاديون فكرة الدولة الوطنية والدستور، كما يرفضون مبدأ استئثار أجهزة الدولة باستخدام العنف. وعوضا عن ذلك يدعو مناظرو التيار السلفي لإعادة فريضة الجهاد كوسيلة لإحداث تغيير سياسي. ربيع العرب فاجأ المراقبين، وبدا واضحا أن المواطنين العرب وعوا أن الحقوق تؤخذ بطرق ديمقراطية إن توفرت إرادة التغيير. أفرزت أول انتخابات مصرية حرة ونزيهة رئيسا بخلفية إسلامية، ومع مرور الزمن تحول الربيع إلى خريف يعصف بالمنطقة. الشباب رافعة الثورة غابوا عن المشهد السياسي، وعاد الحرس القديم إلى الواجهة من جديد بهدف حماية الأوطان من خطر الجهاديين الذين باتوا رقما صعبا في المعادلة الإقليمية وهاجسا يقض مضجع دوائر صنع القرار في الغرب، وهو ما أدى إلى حالة من الإحباط عمت صفوف الشباب. إسلام يجن شاب مصري شهد له أصحابه بالتحرر خلال سنوات الدراسة الجامعية حسب ما قالوا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ومع بداية الربيع العربي وفي أعقاب حادثة مقتل صديق له في حادث سير، ظهرت علامات الالتزام الديني على يجن حسب زملائه. وكانت خطوته الأخيرة بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش في صيف 2013، وتفريق عدد من المظاهرات الموالية للرئيس مرسي باستخدام عنف مفرط أدى إلى مقتل المئات. خطوة إسلام الأخيرة ومحطته التي استقر بها كانت سوريا، مقاتلا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.